بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم. وفي البداية كل عام وأنتم بخير بحلول عام 2019، وإن شاء الله ربنا يجعل هذه الأيام وهذا العام يمن وبركات وسعادة لكل من يشاهد قناة شرح زي التعليم. بكل الحب والاحترام نتقدم بأخلص التهاني بالعام الجديد لكل مشتركين هذه القناة. في البداية نشير إلى الفيديو السابق واللي احنا شرحنا فيه عن ميرش باي أمازون وأول بيعة حققناها على ميرش باي أمازون، وشرحنا إزاي يجب أن تعرف بعض هذه الأشياء قبل أن تعمل في هذا المجال ويكون عندك علم بها. وأولها استغلال المناسبات لتصميم تيشيرتات لهذه المناسبات، وإحنا في مناسبة أو مناسبتين. الأولى اللي هي أعياد الاحتفال بأعياد الميلاد، والمفروض إن أنت تكون رفعت لو أنت بتشتغل على ميرش باي أمازون وأي موقع آخر في تصميم التيشيرتات، مفروض إنك رفعت تيشيرتات الكريسماس قبل الكريسماس بعشرين يوم او 25 او 30 يوم على الاقل. فانت عندك المناسبة التانية دلوقتي وهو العام الجديد 2019، ويجب انك تكون محضر من 10 ايام تيشيرتات مصممة لهذه المناسبة، لان بعد اعياد الميلاد ما تخلص ممكن يكون فيه فرصة انك تبيع تيشيرت مصمم عليه 2019. فالنهاردة بسهولة جدا هنروح على موقع بيكسي باي ونشوف ازاي هنصمم تيشيرت او نلاقي فرصة فيه. وطبعا احنا شرحنا المواقع اللي منها بتجيب الفرص وبتجيب الافكار زي بيكسي باي وزي بنترست وغيرها، وازاي تستغل هذه المواقع في انك تاخد افكار لتصميمات تيشيرتات. فلو دخلنا على بيكسي باي، هذا موقع بيكسي باي، وكتبنا نيو يير يعني سنة جديدة، وضغطنا على زي ما تعلمنا فيكتور جرافيك، هنلاقي كتير من التصميمات. ولكن اللي جذب انتباهي تصميمين بسيطين جدا. التصميم اللي قدامك ده اللي هو 2016، ده التصميم ده 2016 ده اهو، ده التصميم ده، والتصميم ده اللي هو مصمم على هيئة العلم الأمريكي. التصميمين دول معلومش حقوق طبع ونشر، فبتضغط عليه كليك يمين وبتقول له سيف ايميج از، والتاني كذلك، وبتحطهم في ملف. بعد ما بنحطهم في ملف بنروح للملف، وطبعا الملف اهو التصميمين اهمت او الصورتين اللي احنا خدناهم. هنعمل فيهم ايه بسهولة؟ نحولهم الى 2019 ونعدل ونظبط عليهم عشان يبقى تصميم لتيشيرت 2019. ده اللي هنعرفه بعد شوية بعد ما اذكرك تاني بالاشتراك في قناة شرح زي التعليم اذا كنت اول مرة تشاهد هذه القناة، وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الجديد والمفيد مما نقدمه على هذه القناة. لا تبخل علينا بلايك، عمل شير، حتى نستمر في تقديم ما يفيد الناس. بنروح لبرنامج، نفتح اي واحدة من الصور دي على برنامج الفوتوشوب، وانا لست خبيرا في الفوتوشوب ولكن عندي فكرة. وطبعا من اساسيات انك تنجح انك تاخد فكرة عن كل شيء ولا تتعلم كل شيء عن شيء واحد. فانا عندي فكرة عن الفوتوشوب، والنسخة دي نسخة CS2 قديمة جدا، يعني امكانياتها ضعيفة جدا، وانا بستغل هذه الامكانيات الضعيفة او بقدر استغل هذه الامكانيات الضعيفة في عمل شغلي.
واللي أنا بحتاجه الآتي. هذا الرسم قدامك اهي، الصورة، وكل اللي احنا عايزينه ان الستة دي هنقلبها تبقى 9 فقط لا غير، فقط لا غير. فاللي احنا هنعمله هندخل على الأداة سيلكت دي اهي، وبعدين هنيجي من هنا كده علمنا على الرقم 6، وبعدين من لوحة المفاتيح ومن خلال كنترول وحرف التي هنحاول نحرر الرقم 6. فعلا تم تحرير الرقم 6 اهو، كويس. ومن خلال السهم ده هندور كده كده بالظبط كده، ايوه، واصبح الرقم 6 رقم 9. هنروح علشان نحركه، ادا بالظبط كده بقى معانا سنة 2019، وهنروح على سيلكت ونختار دي سيلكت علشان ننهي الموضوع. هذا بكل بساطة عملنا تصميم من صورة من موقع بيكسباي لسنة 2019، ومن فايل بتحفظ سيف اوبتمايزيشن، وفي الملف بتاعنا 6 بنسمي الفولدر ده هو دي 1 او الصورة ديت دي 1، وادا سيف، وحفظنا الصورة بتاعتنا اللي احنا صممناها بسهولة جدا اهي 2019. الصورة التانية ل 2016 دي برضو بسهولة جدا انت بتقدر تحركها وتعملها نفس الحدودة. يعني لو قفلنا نكررها تاني علشان نحفظها مع بعض، نقفل ونفتح مع الصورة التانية. هذا الصورة التانية اهي، نفتحها مع الفوتوشوب اهي علشان نكرر العملية. هذه الصورة التانية اهي، هنروح لسيلكت اهي، هنختار سيلكت، وبعدين هنحدد، نرجع تاني في التحديد، ايوه علشان ما نطولش الواحد، ايوه هذا الرقم 6 اهو، وبعدين كنترول تي حررنا الرقم 6، وبعدين بالسهم كده بنلف بنلف الرقم 6 نخليه 9، وبعدين بنقدر نروح لأداة التحريك دي ونظبط الرقم 9، وبعدين بننهي عملنا وبقى معانا 2019. ممكن تاخد هذا الرقم ده لو تضيف عليه اي شيء او اي صورة ببرنامج زي AA لوجو، بتقدر تضيف عليه اي حاجة انت عايزة او تكتب عليه اي شيء اخر، وبتحفظ زي العمل اللي احنا حفظناه من شوية سيف اوبتمايزيشن، وبتسميه دي 2. بكده احنا عملنا صورتين بسهولة جدا علشان نرفعهم على مارش باي امازون. طيب الصور دي اللي قدامك دي، سواء دي او دي، علشان تشوف الحجم بتاعها هنقول له كليك يمين، وبعدين لما ننزل لاخر واحدة اسمها بروبريتيز علشان نشوف الحجم والسايز والدقة بتاعت الصورة. هتضغط على سومري، بتلاقي ان ابعادها 680x340 بيكسل، والريزوليشن بتاعها 96. وزي ما احنا عارفين ان مقاسات
التيشيرتات اللي بترفع على ميرشو باي امازون هي 4500 في 5400 بكسل، والدقه بتاعتها اللي هي الريزوليوشن دي 300. بتعملها ازاي؟ اول حاجه بتروح على موقع لتعديل حجم الصوره. الموقع زي ما هو قدامك كده، اسمه resizeimage.net. اكتب اسم الموقع، وقف الفيديو، اكتب العنوان بتاع الموقع resizeimage. اللي هي النقطة دي، وبعدين net. هذا اسم الموقع. موقع سهل وبسيط جدا، وهنشوف هنتعامل معاه ازاي. اول حاجة بقول لك update image، يعني ارفع الصورة اللي انت عايز تغير ابعاد. هنختار طبعا صورة من اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، وليكن الصورة دي الاخرانية دي. هنقول له open، هيبدأ هو يرفع الصورة. هتستنى لما يرفع الصورة، بيحمل اهو، بيحمل الصورة. خلاص هو كده رفع الصورة، ونستنى لما تظهر تحت. ادي الصورة بتاعتنا اترفعت تاني. هتيجي هنا تحت، اول حاجة هتشيل علامة في المربع ده، دي ابعاد الصورة اللي هو 680 في 340. احنا عايزينها كام؟ عايزينها 4500 في 5400. 5400 خلاص. وبعدين هتنزل تحت تتأكد ان هي، تتأكد ان العلامة بي ان جي، لان ده برضو من متطلبات الصورة تبقى بي ان جي، يبقى لازم تتأكد ان العلامة دي موجودة هنا على بي ان جي. بعد كده بتقول له ريسايز ايميج، يعني عدل لي الصورة. بتنتظر طبعا لحظات لان الصورة حجمها بيكبر جدا، فبتاخد ثواني علشان يغير لك حجم الصورة. وبكده احنا جات لنا الصورة اهي، نيو ايميج 4500 في 5400 بكسل، وحجمها عاد 10 ميجا بايت. هتقول له داونلود ايميج، بتضغط على داونلود ايميج، وبعدين بتفتح الفولدر بتاع، او بتفتح الداونلود بتاعك. استنى بقى هو اما يحمل الصورة بتاعتك. هو كده حمل الصورة، بنقول له نفتح الفولدر علشان نجيب الصورة بتاعتنا ونشوف. ادي الصورة بتاعتنا اهي، ونشوف حجم الصورة كده. نضغط عليها كليك يمين، وبعدين نروح لاخر واحدة بروبريتيز علشان نشوف حجم الصورة فعلا اتغير ولا لا. سومري، فعلا الصورة حجمها 4500 في 5400 بكسل، ولكن الدقة بتاعتنا اللي لسه مشكلة، لازم نرفع الدقة دي الى 300 بي تي، او بيسموها دي بي. طبعا الصورة اللي عندنا دي عايزين نرفع الريزوليوشن بتاعها الى 300. الطريقة اللي انا هعملها دلوقتي قد يعني يستغرب كتير منكم ان انا بعملها، لان ما عنديش امكانيات في الفوتوشوب انني اعمل نيو فولدر، نيو عمل جديد يعني، وبعدين احط المقاسات واحط ريزوليوشن، وما اعملش كل اللفة اللي احنا بنعملها دي، واغير حجم الصورة ثم ارفع الريزوليوشن بتاع الصورة. ده طبعا اللي عنده نسخة من الفوتوشوب واي برنامج اخر زي ريستوريتور وغيرها يقدر يعمل الكلام ده بدون اللي انا بعمله ده. لكن انا بعلمك، بالرغم من انك ممكن يكون ما عندكش امكانيات، برضو لازم تقدر تتصرف وتوصل للي انت عايزه. عندنا برنامج اسمه الجيمب، برنامج فري مجانا. هتفتح برنامج الجيمب، هذا برنامج الجيمب، هو برنامج تقيل على الجهاز، ويعني انا ما بستظرفوش صراحة كويس، لكن انا مضطر ان انا استخدمه، وهستخدمه في حاجة واحدة بس او حاجة بسيطة جدا. هذا البرنامج فتح معاك، تقفل الصورة اللي كانت محفوظة عليها دي، وبتقول من فيو فايل، وبتقول له نيو، وبعدين هنا بتقول له 4500 في
5400، وبعدين بتضغط هنا علشان تخلي الريزوليوشن 300، وبتضغط هنا بتتحول 300 برضو، والباك جراوند دي بتختار الترانسبرانسي اخر واحدة كده، هتفتح هتقول له اوكي، فتح لك اوكي، فتح لك فايل جديد لموضوع جديد. كل اللي انت هتعمله ان انت هتجيب الصورة اللي احنا غيرنا حجمها كويس، وهتنقلها في هذا البرنامج كده. هو فتح البرنامج، فهنختار الصورة بتاعتنا، ادي الصورة بتاعتنا راحت فين، هنجيبها اهي، مش في الفولدر ده، اهي ادي الصورة بتاعتنا اللي هي 2019. وكل اللي هنعمله ان احنا ناخد الصورة دي كده ونسحبها نحطها داخل البرنامج. هيبدأ البرنامج يحمل الصورة زي ما انت شايف كده، اللون الاخضر اللي بيمشي تحت ده، وهتجينا الصورة، هننتظر شوية كده حتى يتم تحميل الصورة هنا. وكل اللي هنعمله ان احنا هنعمل حفظ بس، مش هنشتغل على البرنامج ولا هنعمل في الصورة اي حاجة. كل الهدف ان احنا نغير الريزوليوشن بتاع الصورة عن طريق هذا البرنامج، لان ما عنديش برنامج فيه امكانيات تغيير الريزوليوشن بتاع الصورة غير هذا البرنامج. خلاص هو حمل الصورة، باجي على فايل، بضغط على فايل، استجابة البرنامج ده بطيئة جدا، وبقول له اكسبورت اس، اكسبورت اس، بتضغط عليها على اكسبورت اس علشان تبدأ تحفظ الصورة. اول حاجة بتختار مكان الصورة، هتختار مكان حفظ الصورة، تضغط على ديسكتوب لان احنا الملف اللي عندنا في الديسكتوب اللي هو اسمه نيو فولدر 6 مظبوط. وبعدين هتيجي من هنا، من هنا هتختار بي ان جي، صيغة البي ان جي، افتكر دي دايما بي ان جي، وبعدين هتقول له اكسبورت. انا ماشي معاك خطوة خطوة وببطء جدا، اهو اكسبورت. وبتظهر لك لوحة تانية بتقول له برضو اكسبورت، وبيبدأ البرنامج يحفظ لك الصورة في الملف اللي انت اخترته زي ما انت شايف كده. بيبدأ هو يحفظ الملف، الصورة بتاعتك في الملف اللي انت حفظته. نشوف بعد كده الصورة، اهي هي دي، نشوف الصورة دي هل فعلا الريزوليوشن بتاعها اتغير ولا لا. هننزل تحت خالص على بروبريتيز تحت، وهنجيب سومري، ادي فعلا الصورة 4500، 5400، ودي بي 299، والميرش باي امازون بيقبل الصيغة ومفيش فيها اي مشاكل. بكده احنا اتعلمنا ازاي نعمل تصميم، وازاي نحوله ونعدله ويبقى جاهز للرفع. الصورة دي تماما كده دلوقتي، دي جاهزة للرفع. الفيديو طول معلش، ولكن كان لابد ان انا اجمع الموضوع حتى تستفيد. في النهاية لا تبخل علينا بلايك، عمل شير، تقدير منك لما نقدمه وللمجهود الذي نبذله في افادة الجميع. ونتمنى للجميع الصحة والسعادة والعافية وعام جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.